تأمين الدورة التدريبية بتاع اللغة الإنجليزية اللي يعطيها الأستاذة الميديا بارك الله فيها إن شاء الله في ميزان حسناتها. طبعا البرنامج بتاعنا تشرف سي العميد بلدية العضو البلدية العضو من مؤسسة سيد سالم. الله فيكم جميعا إن شاء الله الماكينة طبعا تستخدم سنايو وكل تابوت من الناس. تم اسمه من أرن كابا روسري في إنجليز من فاطمة وباش ما نقوش في أحراج نتكلمه بالفرنسية اللي قوم يلتواصل سري زكاة اللي قوم يترين يبدو بارلي أنجلي راجع مستر. كذلك اللغة الفرنسية هي لغة مهمة، نتمنى أن في المستقبل يكون في تنسيق وترتيب ليكون في دورات، وكمجلس بلدي بإذن الله سنعمل وسندعم بكل ما أوتينا من أجل أن يكون هناك ورش عمل حقيقية نراها كما نراها الآن. This is Nomedia. I think I know you before you learn here in Cabal College. Good luck for all. I hope the future it will be more better our municipality. And I want to go say good luck, and I can promise you in this one place we will do our best to give everything we have it. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. I hope the future will be more big. Thank you. 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 Thank لمنح فرص بالموجود المنح للدورات التدريبية دورات في كل مجالات التعليم بالأخص في دورات اللغة الإنجليزية في الجواب قمت تدريبنا في جامعة تندود فهو طبعا يعتبر شرف لنا كمؤسسات تعليم العالي وفرص الوقت شرف لمدينة الجواب من أنه سأقر على الإنجليزي فأقر على مجال حفظ وتحليل معلومات كذا كذا فأجل المعداء أي وصل الوقت تحكوم المؤسسة له أن يجب ان شاء الله بيكون تخصص جديد للجديد خاط الحاسوب للمحاسبه للتخصصات الثانيه ان شاء الله وان شاء الله ربك يوفق ان شاء الله جميعا ان شاء الله. يعني نشكر الشكر موصول للاستاذ المدير اللي تلبى الدعوه الوقت لان شو ما كنت سموني والمدرسه ولا يعني الاستاذ المدير مشكوره جدا من قدمت لنا اللي تلامديس انا هو بارك الله فيهم اللي نيت نفكون عند كانوا باش نفقدوا تنفكوا ديس دورة جمال بقس شيماء تسنيم امين مكلوف ولد البارة بنت البارة طبعا بلامس اخوة خص الاجر من جوب وشيلن سعز من ديوذن يا اثنين فان شاء الله في ميزان حسناتك ان شاء الله بيرهم بابانم لينيت وجني كان صل قدوة من ربنس الكشفات كإنسان وكان إنسان مناضل كان الدافع في القضية في النس الدافع في نازل في غصة مرانس كليبي بصفة عامة ككابا وكان دائما نيتي الله دي المقدمة عن نفسي كان وجس قدوة ميزان الشيخ حليس بتمورة ان شاء الله بيرهم الحمد لله اللي خلف ممات في عقباون انتو شو تستمروا من النهج للبرانون فبارك الله دين بارك الله ديهم مصدران كافة والدين اللي حضر دار كلها أزرف اللون تنمير تنون كل اليوم تم اختتام دورة اللغة الإنجليزية التي قامت بتنظيمها مؤسسة أرن كابا خيرية المباني الأثرية لرفع من مستوى الثقافة وحيث أن اللغة الإنجليزية هي لغة العالم ولغة العلم نتمنى أن نرفع بقدر من مستوى أبنائنا بمدينة كاباو خاصة وبإذن الله لو صنعت الفرصة في أكثر من ذلك ستقوم على مستوى البلد ولما لا ستكون على مستوى الجبل بإذن الله تعالى جبل نفوسه بإذن الله تعالى. الشكر مشكور لكل من لبى دعوة لتنظيم هذه المبنى ونشكر الأستاذة الميديا حسين شريحو على تلبيتها لإبقاء هذه المحاضرة أو الدورة مجانا نسأل الله أن يكون في ميزان حسناتها وأن يرحم والدها ويرفع ثراها إن شاء الله تعالى.